بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في منظومة استمرارية الأعمال هناك مؤشر وطني خاص يقيس هذا الجانب، فبالتالي خضعت هذه المؤسسات اللي اليوم حصلت على شهادة الاعتراف أو شهادة تأكد يعني حصولهم على هذا المعيار الوطني وفق متطلبات معينة من خلال فريق معين قام بدراسة كافة الملفات الخاصة بهذا المعيار الوطني، والحمد لله رب العالمين المؤسسات السبع اللي تم تكريمها اليوم اجتازت هذا المتطلب الوطني، وبالتالي عليها المحافظة، وإن شاء الله نتأمل في المرحلة المقبلة التحاق أغلب الدوائر سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي في تطبيق هذا المعيار الوطني الخاص باستمرارية الأعمال. ما في شكل يوم احنا لازم نتعلم الدروس المستفادة في التقييم السابق، ومثل ما قلنا احنا إن شاء الله سنطالب هذه الجهات اللي ما خضعت لهذا التقييم بالدخول وتقديم المكنات اللي تساعدها على تطبيق هذا المعيار الوطني، لأن فعلا لابد أن هناك عندك مكنات تساعدك على تطبيق هذا من خلال المعرفة ومن خلال الاطلاع على هذه المنظومة بحيث أنك تشوف متطلباتها وتطبقها في المرحلة المقبلة إن شاء الله. اليوم احنا حقيقة الأمر هذه الجهات اللي تفضلت فيها عندنا معاهم من ضمن الفريق المحلي الخاص بإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة، وبالتالي بيسوون بمكان أنهم يعني يطبقون هذا المعيار الوطني. القدرة على تسيير الأعمال في كافة الظروف اللي ممكن لا قدر اللي ممكن تمر فيها أي إمارة أو أي دولة في الظروف المختلفة سواء المتعلقة بالصحية وغير الصحية، وبالتالي أنك عندك ممكن وعندك معرفة ومنهج تعمل عليه بحيث أن أعمالك تستمر من خلال هذا المطلب. اليوم الحمد لله احنا في عندنا في ضمن الهيكلة اللي موجودة في القيادة منظومة خاصة بالأزمات وقسم الأزمات موجود، وبالتالي عند الخبرة الكافية وعند المعرفة الكافية في أنه ينشر هذه المعرفة ويتابعها مع كافة الجهات والمؤسسات في إمارة الشارجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أشير أن دولة الإمارات تعتبر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لديها معيار وطني خاص باستمرارية الأعمال، واللي يتناسب مع بيئتها وخصائصها. فاليوم هذا جانب جدا مهم، وجود أنظمة مثل نظام استمرارية الأعمال يعتبر عامل من العوامل الرئيسية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائما نحن تركيزنا يكون على القطاعات الحيوية، وهدفنا الرئيسي هو ضمان خدمات ومنتجات الحيوية اللي موجودة في هذه القطاعات. دور الهيئة هو الإشراف على وضع هذا المعيار، تقديم الدعم الفني والمشورات الفنية اللازمة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي، وكذلك نحن نشرف على عملية امتثال هذه الجهات وتقييمها والتأكد من استيفائها لجميع متطلبات المعيار. اللجنة هذه موجودة في إمارة الشارقة، ولكن هي ليس بالضرورة أن تكون لجنة، ممكن تكون هيئة وممكن تكون جهة معينة هي مسؤولة عن برامج استمرارية الأعمال على المستوى المحلي، أو ممكن حتى تكون هي إحدى مسؤوليات فريق إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى المحلي. ما زال عملها مستمر في إمارة الشارقة، وهي لجنة محلية، ونحن بدورنا نقدم الدعم الفني لهذه اللجنة وما تحتاجه من مشورات أو استشارات في ما يتعلق باستمرارية الأعمال. بداية كتأسيس لجنة استمرارية الأعمال على مستوى إمارة الشارقة، والتي تعمل على تأسيس المعيار الوطني للمؤسسات والحكومات للمؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة. طبعا منظومة استمرارية الأعمال فيها عدة محاور. المحور الرئيسي طبعا أول شيء اللي هو خلينا نقول تحديد أو تأسيس البرنامج هذا. أول شيء كل جهة تحدد الأنشطة اللي تمارسها والخدمات الحيوية اللي تقدمها. ثاني مرحلة طبعا ان احنا ندخل فيها اللي هي مرحلة تحليل التأثير على الأعمال، نشوف فيها طبعا كل خلينا نقول خدمة وشو التأثير في حال انقطاع أو حال وجود أي خطر أو كارثة. والمرحلة الثالثة نشوف تقييم أو مصفوفة المخاطر، تقييم الأخطار، وبعدها طبعا تطلع خطط الاستجابة وخطط الطوارئ لهذه المخاطر.
وكان طبعا دور لجنة استمرارية الأعمال بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في عمليات التدقيق، وتحت أيضا إشراف اللجنة التنفيذية لاستمرارية الأعمال في مراحل التدقيق على هذه المحاور اللي تكلمت يعني فيها. والحمد لله امتثلت 7 جهات حكومية من إمارة الشارجة لهذا المعيار. ومن هذا المنبر أود أن أشكر جهود فرق العمل على هذا الإنجاز، وأشجع باقي الجهات الحكومية للامتثال لهذا المعيار والذي يضمن تقديم جميع خدماتهم الحيوية في أي طار تحت أي ظرف دون انقطاع. طبعا فيما يخص اختصاص لجنة استمرارية الأعمال فهي على الجهات المحلية في الإمارة، أما كونها على الجهات الاتحادية هناك هيئة الطوارئ والأزمات، طبعا خلنا نقول في النطاق الوطني هي اللي تتابع الجهات الحكومية، لكن نحن هنا في إمارة الشارقة سيكون الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة. المرحلة الأولى كانت لهذه الجهات، وإن شاء الله في خلال خططنا المستقبلية كل سنة بيكون هناك عدد من الجهات الحكومية اللي راح تدخل في هذه المنظومة. طبعا نحن نحرص في البداية على تأهيل هذه الجهات والتعريف تعريفهم بالمعيار، آلية تأسيسهم لفرق أعمال الداخلية اللي موجودة عندهم اللي تساندهم في تأسيس هذا البرنامج، وأيضا تقديم الدعم اللازم لهم للامتثال لهذا المعيار، وتين المرحلة النهائية اللي هي مرحلة التدقيق.